وسلمكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي مع المخيم 12 بمنطقة عين التينة بريف اللاذقية، واللي بيتضمن نشاطات عديدة ترفيهية وتفاعلية وأيضا دعم نفسي للأطفال المتضررين جراء الزلزال اللي كان بالسادس من شباط. قد ايه مهم هيك فعاليات وأنشطة يا رشا؟ أكيد هايدي، ومثل ما قلتي اليوم يعني الكارثة تركت آثار كتير سلبية نفسية غير البنى التحتية والاقتصادية، خلينا نقول المادية. فاليوم مثل ما كنا عم نحكي بفريق مجد، اليوم أيضا الفرقة التطوعية مكملة بهيئة النشاطات لتدعم وتخفف. اليوم رح نشوف ضمن فقرتنا الأخيرة هذا المخيم كيف كان نشاطه، واللي كان بالتعاون بين فوج 77 البحري التابع لكشاف سوريا ومؤسسة سوريا بتجمعنا. أكيد رح نحكي تفاصيل أكثر، وضيوفنا لليوم هي الآنسة ريهام وصفية، وهي مسؤول البرامج بالفوج 77 البحري التابع لكشاف سوريا. سعد صباحك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايضا بدي رحب بالانسه لبنى مسوح، مسؤول اداري في مؤسسه سوريا بتجمعنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك ناصح. اهلا وسهلا فيكم. بدايه خلينا نبدا معك انسه ريهام، خلينا نحكي ونتعرف اكثر على المخيم وكيف تم التحضير له. هلا بداية بس رح احكي يمكن شوي عن الكشاف وهيدا. لا هو الكشاف كحركة هي حركة تطوعية، طبعا هي عالمية، طبعا هي مفتوحة لجميع الأشخاص، هي ما بتفرق بين أي عرق أو دين أو إلى آخره. هي بما يخص الكشاف، هي حركة طبعا تأسست من 1907 ودخلت على سوريا ب 1912، يعني هي حركة كتير قديمة. هلا بما يخص المخيم، طبعا نحن بالبدايه كلنا هو مخيم سنوي، فتحضير له بيكون قبل بشهرين تقريبا، انه هو يعني يعتبر ايفنت كبير نحن عندنا. فبيصير في مثل تقسيم الاشخاص اللي بتشتغل بالفوج عنا للجان. هاي اللجان بتكون عندها مسؤوليات، مثل مثلا لجان مسؤولة عن عدة التخييم، عن المطبخ، عن مثلا البرامج، وإضافة كمان لجنة البرنامج بنصير في تقسيمات، يعني كل واحد بيستلم فترة زمنية من المخيم وهيك بيكون. شو هي البرامج اللي ذكرتيها؟ هلا المخيم بيكون في عنا الشيء ثابت دائما، بيكون في شيء اسمه رحلة خلوية، يعني هي مثل رحلة تعايش مع الطبيعة. مثلا بيكون في عنا تدريبات، نحن بيكون المخيم مقسم لأوقات، ففي عنا فترتين تدريبية، فترة صباحية وفترة مسائية، بيكون فيها طبعا أنشطة كشفية من ضمن المنهاج الكشفي اللي يشتغلوا فيه الأولاد خلال السنة، وإضافة لمثلا ألعاب ترفيهية. بس طبعا كله بيكون يعني ضمن أهداف إنه تكون مناسبة للأطفال حسب مراحلهم العمرية. يعني أكيد رح نتوسع أكثر بموضوع النشاطات وشو كنتوا عم تشتغلوا على الأرض، ولكن اليوم يعني فرصة أكثر لنحكي عن التشبيك بين سوريا بتجمعنا وبين الفرج 77. كيف تم هذا التشبيك وشو كان دوركم اليوم سوريا بتجمعنا؟ أكيد بدنا نصبح على كل فريق سوريا بتجمعنا، الأستاذ رامي وكل الصبايا والشباب. صباحكم مرة ثانية. هلا وسهلا. هلا دائما نحن بنحكي دائما انه التشبيك مع اي جهة ثانية، سواء منظمة غير حكومية او اي جهة ثانية، هو الهدف واحد بيعود بالفائدة على الطرفين وبنقدر نوصل لكل الناس. مع كشاف سوريا نحن كان بكونه بالزلزال كل الفئات اشتغلت وما ضل حدا وما اشتغل، فكنا معهم موجودين، وصار في ولدت هي الفكرة بانه يكون في مذكرة تفاهم مع كشاف سوريا، وكانت يعني الولادة تبعها بهذا المخيم. فانه يكون الفريقين مع بعض، عشنا فترة 6 أيام مع بعض سوا، فريق اللي كان موجود باللاذقية مع الكشاف سوريا الفرس 77. فالنشاطات كانت واحدة، التنظيم كان واحد، طريقة العمل كانت واحدة، وبالنهاية الفريقين هو فريقين تطوعيين، فالهدف واحد. اليوم هلا نحن كنا موجودين معهم من وقت التحضيرات، ساهمنا وكنا موجودين معهم من يعني من وقت التجهيز، وبالفريق اللي كان موجود معنا، وكنا معهم لحظه بلحظه. طبعا هن كونوا اول مخيم لنا معهم، ف يعني ان شاء الله بالعكس بنطمح انه اكيد اكيد نحن تجربه حلوه يمكن. اكيد اكيد يعني كنا هن بالعكس شاركونا التحضيرات على ارض الواقع، الفريق يكون موجود كيف عم يشتغل، شو الاتجاه، شو بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، كيف طريقه
من الصبح للمساء شو بيعملوا بالساعة وبالوقت وبالدقيقة، فبالعكس تجربة حلوة ودائما نحن يعني بنطمح انه نكررها اكيد ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه. ريهام خلينا نرجع لعندك نحكي كيف يتم انضمام الاطفال اليوم للمخيم، هل في عدد محدد او في شروط معينه مفروض تكون موجوده عند الاطفال لحتى ينضموا؟ هلا نحن بالكشاف بشكل عام، في هلا باللاذقيه كمان بشكل خاص في كثير عدد افراج. هلا انضمام الاطفال بيكون مثلا انه انا يعني متطوعه بكشاف سوريا بس ضمن هيدا الفوج، يعني هو مع انه ما في اختلاف غير بس مثلا يمكن المناطق الاقرب لبيوتنا وهيك يعني. فنحن الاولاد بيكونوا بالاساس مسجلين عنا، يعني هن في منهم مثلا موجودين عنا من 2014 2015 انه موجودين عنا بالفوج مسجلين، فهنا بيكبروا ضمن المراحل العمريه. فما بنستقبل قبل المخيم طبعا فتره مثلا بشهر، نحن ما بنستقبل كثير اطفال جداد يطلعوا المخيم لانه ما بيكونوا متعودين على هي الاجواء. فنحن بالاساس هن اولادنا اللي هن موجودين بالفوج أساسي. بس اللي صار اللي صار انه هي السنه صار في هو تضرر بالزلزال، هو كان على الكل، اضافه لانه في جزء كثير كبير من هذول الاولاد لانه نحن بنستقبل من عمر تقريبا 6 سنين للجامعيين، فبفتره الزلزال حتى الجامعيين هن ساعدوا، حتى الثانوي ساعدوا بالشغل بوقت الزلزال لانه نحن في نحكي دعم بالانشطه. فكان هو هذا المخيم مثل دعم نفسي لهدول الاشخاص اللي هن ساعدوا بالشغل اضافه للاولاد اللي هن ضروروا بالزلزال. طيب لبنى خلينا نحكي اليوم السؤال الموجه لحضرتكم، يعني ما بنعرف اليوم الجهه مين اللي اختار اليوم عين التيني لهذا التخييم وليش؟ هلا هو بالاتفاق كان في اكثر من خيار لا هو كان في اكثر من خيار طبعا بالنهايه، اي شيء اي قرار كان عم يطلع عم يصير بالاتفاق بين الجهتين اكيد. بس حتى يعني كفكره، يعني قصدي كفكره لانه نحن بدك تختاري منطقه انت رايحه مخيم في خيام، فهي منطقه مخدمه، منطقه ما فيها تلوث، رايح معك اطفال ومثل ما تفضلت حكيت انه هن متضررين من الزلزال، فانت بدك تروحي على قرنه هي جوها حلو والقرنه هي حلوه بالاضافه لانه هي مخدمة ويعني ما أنا بيئة نظيفة، هي بيئة نظيفة. تمام. اليوم يمكن كل مشروع أو كل عمل بتلاقي فيه صعوبات ممكن تواجهه، حكونا اليوم شو الصعوبات يلي واجهتكم اليوم بالمخيم؟ مو لا هو بشكل عام نحن كموضوع موافقات وهي القصص نوعا ما يعني امورها كثير تمام، بس يمكن المشكله بتكون دائما يعني هذا التغير المستمر بالاسعار، فانه نحن وقت اللي بنبلش نحضر للمخيم بتكون شيء، ولا وقت اللي قبل ما نطلع ممكن بيومين صار في مثلا زيادات كثير بالاسعار، فهيدي كانت احد الصعوبات، اضافه لموضوع النقل. هل كمان هالفتره هي صار كثير هذا الشيء اسعار عاليه وصارت فعلا يعني صعب ان الواحد يتحمله بسهوله، يعني كيف حليتوا اليوم هدول؟ جهه تطوعيه 100% يعني ما في لها اي دعم بشكل يعني من اي مكان خارجي. قدرتوا تتجاوزوا هدول الصعوبات؟ هلا اكيد والله بالتعاون سوا. التشبيك اليوم اهم شيء بحل كل المشكلات اللي عم يعانوا منها الفرق التطوعيه، يعني صحيح. اليوم دوركم كثير مهم على الارض، كيف حليتوا لهم موضوع الفهم؟ هي اسرار لا اكيد لا ما في اسرار بالعكس لا هي مثل ما حكيتي انت حكيتي نص الجواب، يعني دائما في لما نكون عم نشبك مع جهه ثانيه انا اللي ناقصني ممكن لاقي عندها بالمقابل هن نفس الشيء، يعني باي شيء مو بس على صعيد المواصلات، اي شيء لما تكوني مع جهه ثانيه انا مثلا عندي كداتا مثلا انا هلا الاطفال مثلا نوع اطفال هي عندهم هي القصه لانه هن اللي بيعرفوا اولاد الكشاف وين، حتى كمنطقه يعني هن عايشين باللاذقيه كمان بيعرفوا وين المنطقه أو كيف، فهي شغلات عندهم. هلأ ممكن نحن شغلات نفيدهم فيها مثل ما تفضلت وحكيت، مثلا ممكن نساعد بالموافقات، ممكن يكون في نساعد بقصة المواصلات، ممكن نساعد بقصة يعني هي القصص بده يكون تشاركية بين الاثنين، ما بيقدر حدا يحملها لحاله بأكثر من مشكلة واجهة خاصة بهذا الوقت. هذا الوقت اجبار، بدك عشر ايدين اليوم لحتى تقدري. تماما يعني. لهيك دائما بنقول باي جهه دائما لما تشبكي مع طرف ثاني انت في حدا عم يحمل معك الحمل لحتى بالنهايه تطلع النتيجه صح وتوصل للناس الصح. تمام. هلا نحن نضل معك، يعني نحن بمحطاتنا الماضيه كنا عم نحكي عن فعاليتكم الاخيره بتوزيع القرطاسيه لطلاب المدارس، في فعاليات جديده اليوم ضمن مؤسسه سوريا بتجمعنا؟ هلا دائما نحن مثل ما حكينا المره الماضيه انه فعالياتنا المستمره موجوده لسه يعني المستدامه اللي دائما عندنا اياها،
اياها يلي هي دواء يتنفس على امتداد الوطن. هلا الحقائب بعدنا مستمرين فيها، حكينا انه بلشنا فيها باللاذقيه وكانت بدمشق، قريب دمشق، بالتعاون مع شركه سيرياتيل، وهلا مكملين. هلا عنا زيارات ميدانيه للناس اللي نحن بنختار جزء ميداني وجزء بيكون بنستقبلهم عنا بالمقر، وفي جزء بنروح لعندهم نحن على بيوتهم المناطق البعيده يلي ما بيقدروا يوصلوا لعنا. فهلا مستمرين معهم لسه، واكيد دائما عنا تحضير ل يعني احيانا مشاريعنا بتولد من الزيارات على الارض غير مشاريعنا اللي هي دائمه وموجوده، فممكن بعد هاي الزيارات الميدانيه يكون عندنا حاجه ثانيه نشتغل عليها ونقدمها. تماما بنفس الفكره. وببكره دائما احنا بنراهن على بكره بنشاطات جديده، بطاقات حلوه، خاصه ل خلينا نقول لحالات خاصه بحياتنا مرقت، يعني كان اطفال كان متضررين. اليوم بعد التخييم شو في حاضرين شيء؟ عم تدرسوا شيء؟ هلا نحن بشكل دائم، بما انه ما قلت لكم الاولاد هنا بالاساس مسجلين عنا، فنحن دائما في عنا انشطه. هلا نحن بالكشاف في له هدفين، هو نحو مجتمع افضل اللي هو موجه للمجتمع، ونحو اشخاص افضل يعني. فدائما في عنا بيكون انشطه مستمره بما يخص الاطفال. يعني هلا نحن حاليا بعد المخيم هي فتره تقييم، بنبلش كمان من خطه الثلاث شهور اللي جاية اللي هي بتكون احنا في عنا اجتماعات دورية، وبيكون في عنا أنشطة مثلا مشاركة بالاحتفالات الرسمية وإلى آخره. فهلا حاليا يعني بفترة التقييم مثل ما قلت لك وتحضير الأنشطة الجاية. هايدي عايشة تجربة التخييم؟ لا بس حلوة، بيقولوا كتير بيستفاد من الطفل، ممكن كتير يكتسب مهارات، يتحمل مسؤولية. أنا عشتها يوم، صرت أبكي رجعوني أم رجعوني. في أطفال بتتعلق يمكن أرجعنا لحالة الفقد، إنه أنا فقدت يعني، إنه أنا كيف بدي أنام اليوم برا أمي؟ فما كانت القصة يعني صعب كثير. مشان هيك الواحد بيتعلم يعيش هاي اللحظه يكون بس لحاله. بس يمكن شو كانت ردود افعال الاهالي اليوم؟ يعني سمعتوا هيك ردود لطيفه ايجابيه من الاهالي عن الاطفال، انه كانوا مبسوطين، كانوا مستفيدين؟ هلا الاهالي زاروهم بالمخيم؟ نحن بيكون في اخر يوم بيكون في زياره بوقت معين طبعا. اضافه لنحن بناخذ دائما اراء الاهالي بما يخص يعني بعد المخيم فتره بعد، فهي اساسيه يعني. فانه بتلاقي دائما الاهالي انه فعلا الولد تغير، صار يعتمد اكثر على حاله بموضوع نظم وقته، لانه المخيم دائما بيكون في نظام وقت الاكل، وقت اللعب، وقت الانشطه، فكل شيء لوقته. فتلاقي يعيش الحاله يعني انا طبعاً. يعني لو بيوم تركوني ما رجعوني يمكن انا كنت في قصص كثير بحياتي قويت فيها يعني، بس رجعوني. في عنا اشخاص يعني مثلا اول ما بلشوا كانوا صغار، فانه يبكوا بدنا ننزل. هلا في منا صاروا قاده، نحن عندنا يعني صاروا قاده بالفوج، ما بقى انه هي، بس هي بتبلش بشغله انه الولد تقبله مثل ما قلتي، هو انه فقد او يبعد عن اهله تكسر هي ما سهله. بس نوعا ما كمان هون الاهل هن بياثروا بهذا الموضوع، انه تشجيع الولد على انه طلع روح اعتمد على نفسك، هذا الشيء كثير اساسي. ان شاء الله بنتمنى لكم كل الخير والتوفيق برحلتكم الانسانيه. العطاء سوريا بتجمعنا دائما، احنا متعودين على تواجدكم على الارض باشياء كثير حلوه، بتكون يعني مناسبه لكل الاوقات لكل الظروف. عم نشوف اسمكم دائما بالمقدمه، بالاضافه اكيد للجمعيات السوريه التعاونيه. تحيه اكيد اليوم لكل الفرق السوريه التطوعيه اللي موجوده على الارض واللي عم تتواجد بدون اي دعوه باي ظرف سوري كارثي انساني عم تكون موجوده. شكرا لكم فوج 77. تحياتنا لكل الاطفال اللي موجودين بالتخييم، وهيك خليهم حتى لو بكوا ما ترجعون. نصيحه. اكيد نتشكر وجودكم معنا لليوم ويعطيكم الف عافيه، وشكرا لكم لانكم عم تساعدوا هدول الاطفال وعم تقدموا لهم هذا الدعم اللي بالوقت نحن كثير بحاجه له، وعم ترسموا البسمه على وجوههم. يعطيكم الف عافيه. شكرا لكم. اهلا وسهلا. شكرا لكم.